بدك يعني روح يعني؟ أكيد لا. صار شي بينكم؟ ولا شي. حبيبي الحلو عم بيلعب باللعبة. شايفة لميس؟ مو معقول قديش حلوة هاللعبة. أنا كتير حبيتها، ما رح أنساها لبدر بحياتي لأنه تذكرني بعيد ميلادي. رفقاتي ما رح يصدقوا بس يشوفوها. لميس تعالي معي شوي لجوا. ليلاس أنا وأختك بدنا نحكي شوي لحالنا. أي طيب ماشي. عادي هون لشوف. احكي شو صار بينكم؟ ولا شي. شو بده يصير؟ لك طلعتي من هون طايرة من الفرحة ورجعتي بهالوش، شو تخانقتوا؟ قولي فهميني بقى. ولا شي، ما صار أي شي. طيب وين الكيك؟ كبيته لأني ما قدرت شوفه. وليش ما قدرتي؟ يعني ما كان هنيك؟ جاوبيني. لك شو قصتك؟ قولي بقى. يعني بسحب الحكي منك سحب ليكون بإجازة أو تارك شغله؟ شو بدي قلك؟ طلع بالأساس هونيك مو محل شغله. شو قصدك؟ طلع عم بيكذب علي. لك معقول في حدا بيكذب ليقول إنه بيصف سيارات؟ ممكن يكون في غلط. ايه طبعا في شي غلط، بس أكيد الغلط مني أنا. أنا غلطانة اللي وافقت معه من الأساس. شو هالحكي الفاضي هاد؟ احكوا بالأول وشوفي شو رح يقلك. لك شو بده يقلي؟ رح يكذب من جديد. ايه طيب بس يعني. خلص دولاي، ما في شي احكي معه. انا اعصابي مو متحملة ومو قدراني احكي معه. اي بس انتي اوهك تزعل. بشوفك بكرة. طيب رح وصل. لا لا شو انا ضيفة؟ اوهك تزعلي.